مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفضاء الرياضي، حصة أو برنامج ألو سبور الذي يأتيكم عبر القناة الرقمية زير تيوب. الحديث والضيف تاعنا سيكون اللاعب شريف أو هشام شريف الوزاني، ابن اللاعب الجزائري السابق ولاعب المنتخب الوطني سابقا شريف الوزاني سي الطاهر. في هذا العدد من دون شك سيتحدث معنا وبكل صراحة هشام شريف أو هشام شريف الوزاني عن العقوبة، عن المنتخب الوطني وعن طموحه في المستقبل. أهلا وسهلا بك هشام. السلام عليكم، بارك الله فيك سي سامي، ونشكركم على هذا الاتصال الهاتفي، نشكر جزائر سبور جزائر تيوب. إن شاء الله، وحنا نشكرك هشام اللي لبيت الدعوة خويا وفتحت لنا صدرك اللي تحدث معنا عن بصراحة بكل شيء عبر سكايب من وهران. مشكور كل الشكر على هذه المداخلة، واش منحت لنا الفرصة باش حتى الجمهور والمتتبعين تاعك يعرفوا الجديد هشام شريف الوزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. جديد شريف الوزاني زعما اللي انا استنيت اللي تعاقبت في 4 سنوات، لي دروك رحت للطاس، رحت لاسويس، يعني نقصت 2 سنين الحمد لله يا ربي. ساكاس نقولوا رب تعالى لي شافيا، ساكاس والديا لي وقفوا معايا، خاصه الاب تاعي سي طاهر شريف الوزاني، وعلى شويه زملاء تاعي اللي وقفوا معايا كيما سفيان بالغ وقف معايا في لاسويس، كيما صاحب سي طاهر شريف الوزاني بللو عبدو، هادو زعما اللي وقفوا معايا في لاسويس، وافوكا تاعي التونسي اللي تعرفوا علي. الحمد لله يا ربي دروك، الحمد لله يا ربي دروك راني نستنى في العوده تاعي، باقي لي 2 مواه ان شاء الله. العوده تاعك على 2 شهر من الان، نقول راك جاهز باش تعاود تولي هشام للميادين اللي تتوحشتها، خاصه انك لاعب يعني منذ الصغر لعب في كاتيجوري كاع، وباباك ايضا عائله كرويه من دون شك في هذه البريود هذه. توحشت صح ليستاد؟ توحش بزاف ليستاد، باسكو ما عنديش حاجه ما قال ليستاد، ما عنديش حاجه من غير الفوتبول. انايا ميتي تاعي سي لو فوت لي صفت دراهم باش وليت هذا الفوت تاعي. ان شاء الله باقي لي 2 مواه اللي راني محضر بيان، صافي اون اني راني نتريني، خاصه هذه 3 مواه تاليه مع بابا شريف الوزاني، راني نتريني بيان، نحضر بيان باش ان شاء الله ما نكونش نقائص. وزيد متخفي لكمش على 7 مواه تاع كونفيلمو اللي كانت هذا الوباء، ان شاء الله يعاون علينا هذه كورونا اللي كاع الناس حبست، كاع الفوتبول تاع العالم تقول حبس 7 اشهر، اللي ساعدني بزاف، وان شاء الله راني واجد هنا، انا راني واجد زعما اللي يقول لك اللي فرقه في القلب، فهمتني؟ ان شاء الله يا ربي. من دون شك العقوبه هذه خلاتك باش بانك تراجع كما يقولوا التخمام اللي كنت تخمم فيه من قبلها، خلاتك تدي الدروس مع من دور مع من تمشي، وش هي الخطوه اللي راح تديرها قبل ما تديرها؟ لازم تخمم لها 100 حساب كما يقول لك في هذه الدنيا سامي، لازم تتعلم في هذه الصوالح. انا تعلمت صغير، جاتني 22 سنة، جاتني هذه الضربه، هذه خطا نقول تاعي، خطا شويه من لونتوراج تاعي. في لامسيه تاني كاين مسؤولين اللي كان تما بريزيدون ما نجبتش كاع اسمه، اللي كان ما عاونيش بزاف، اللي كان يبيكيني بزاف، شاك انترينمون يبيكيني، شاك ماتش يبيكيني، يقول لي انت باغ اكزومبل خطا لعبت كونت بابا، قال لي خفت. كاين ما عاونونيش تما الاداره الحاليه، ما كنت الاداره السابقه مع 2017 2018 كنت مع عمر غريب اللي كنت مليح، كنت مع لونتينا المواسا كنت مليح بيا، كنت طالع بروغريسمون. لي نشكر عمر غريب على كان يعاملني بيان، كان يديرني كيما ولده، شكره بزاف. وانا عندي 100 بريزيدون زعما عمر غريب، نشكره على هذه الصوالح اللي عاوني. حتى هو جاز معنا هنا في البلاطو وتحدث عليك يعني غير بالخير، قال لك هشام شريف الوزاني لو كان صاب الناس اللي واقفين معاه يعني ومديرين عليه يعني حامينه بمليح ما راحش يروح لهذا الشيء اللي صار. انا سامي انا في المولوديه في الدقيقه ولا هذيك عليها السيسبونديت، تداول لي دي كومبلو، قلت لك كاين من الاداره
خاص شويه من الاداره، شويه من لي ماناجر، كاين واحد لي ماناجر تاني اللي ما يستاهلوش يديروا كاع لي ماناجر في هذا البلاد، في هذو لي جوا اللي يحرقوا لي جوا جوا ما داير والو يحرقوه. راك تعرف فوتبول الجيريان هذا دو كادر، وكان باغ اكزومبل انا عرفت في كلش، تعلمت من هذا الدرس بزاف بزاف بزاف، خاصة من جهة الأصدقاء، من جهة لونتواج تاع فوتبول، باسكو كي تكون تلعب فوتبول كي تكون في ليكيب تكون غاية، تليفونك ما يحبش، هذه الأولى. أنت جوا تلعب تبان شاك سومان في لا تيليفزيون، الناس قاعد تدور بك، مالي ما تكون عندك والو، واحد ما يعيط لك، واحد ما يحوس عليك، تلقى غير والديك. أنا تلاقيت غير والدي، تلاقيت خاوتي، تلاقيت خاصة قلت لك مون با اللي وقف معايا في لاسويس، وقف معايا في المحنة تاعي، اللي هو اسمه شامبيون دافريك، اللي اسمه تقول شوية ندرينا، كاين الأعداء اللي الفرصة يستناو هذه جاتهم في باش الجراج. فرصة باش أتاكو بابا أنايا، باسكو بابا ما عندهمش حاجة عليه باش أتاكو، فهمتني بيا أنايا أتاكو بابا. أنا هذه اللي تغيضك في هذه 2 سنين، سوفيت بزاف. الحمد لله تلاقيت كما يقول لك، تلاقيت والديه، تلاقيت خاوه، بدلت لونتوراج، بدلت الحمد لله. حياتي من جديد، الحمد الحمد لله. لله. انا اللي باغي نولي الميادين ان شاء الله، نقول لك في هذه 2 سنين بالك ما على بالي شويه، كنت كي سيسبوندي تقيت ما صالحه. الحمد لله. الحمد لله. هشام، يعني تقريبا واش صرا لك؟ صرا لزميلك يوسف بالليلي، يعني تقريبا بنفس السيناريو. يوسف كيف كيف راح لاسويس، نقصوا له العقوبه تاعو، عودته الى الميادين، كانت بطريقه مغايره احسن رد للناس اللي هضرت على يوسف بالليلي في هذاك الوقت. هل نفس الخطوه يريد ان يخطوها هشام شريف الوزاني، يعني كما حدث مع يوسف بالليلي؟ ان شاء الله انا بلايلي نهار اللي تعاقبت اتصل بيا هو الاول، والله نحييه منا، نحييه بزاف بزاف، اللي عاوني موالمو، خاصة موالمو عاوني بزاف، اللي يرسل لي ميساج، اللي عيط لي، اللي قال لي انا تانيك صارت لي، وش غادي صار لك كاع، واش قال لي صار لي. يوسف كانت الرد تاعه رد جميل بزاف، اللي جاب 2 شامبيونز دي في تارجي، جاب كوب دافريك، ماكا دي بيت في الكوب دافريك ديسيزيف مع السينيغال، بيت ديسيزيف، هو تقول لي رحنا به تكاليفينا. يوسف بليلي موهبة من عند ربي، انا نشكرها بزاف بزاف، وما تمنيته يروح للغروب وقف ان معك. شاء الله يا ربي، باذن الله باذن الله. سمير ندير كيما نقول لك، واش تمشي عليها يوسف ان شاء الله نديرها انا. ان شاء الله. يعني كي نشوفوا هذه الصور هشام، انك كنت في المنتخب الوطني وتاقلقت مع المنتخب الوطني، تريد فتح صفحة جديدة، ولما لا انك تتعاود تتاقلق كما شفناك في وقت سابق، وتعاود تولي العهد تاعك يعني، وتعاود تولي المنتخب الوطني، خاصة مع الناخب الوطني جبل بالماضي. ان شاء الله ان شاء الله. انا اوبجيكتيف تاعي هو المنتخب الوطني، باسكو كنت رايح له، كنت داير في راسي نشارك في هذه الكوب دافريك اللي فاتت، باسكو كنت في لا ليست في طونس، هكا كنت في لا ليست، وكنت في المحليين كاع، لعبت لي ماتش، و ربي يكتب لي هذه الحاجه. بصح معليش، ما جي اونكور جان، جي 24 اون ودمي، غادي نقفل 25 ان شاء الله. منتخب وطني اوبجيكتيف تاعي الاول، اللي ان شاء الله باذن الله نعاود نولي له من الباب الواسع، وان شاء الله جمال مدرب فريق وطني جبل الماضي يشوفني ان شاء الله ويعطيني دعوه ان شاء الله. إن شاء الله. هشام، فيما يخص العودة تاعك على بعد شهرين إن شاء الله من الآن، عندك ان شاء الله اتصالات في البطولة المحلية أم أنه تريد تغيير الأجواء خلاص؟ يعني حقيقة بعد اللي صار لك في الجزائر، تريد أن تأخذ تجربة احترافية، والعودة من العودة تاعك يعني تكون قوية من خارج الجزائر. انا ما نكذبش عليك سامي، والله العظيم عندي اتصالات هنا في الشامبيونات تاعنا في مي ديفيزيون، بصح راني حاب نبدل كاع الاجواء، راني حاب كاع نبدل الاجواء، بين نصنع حياه جديده، صفحه جديده نبدا فيها، نبدل الشامبيونات تاعنا ان شاء الله. ماذا بيا، بوكو با، عندي اتصالات من خارج الوطن ان شاء الله، غادي ندرسهم بيا انا وبويا ان شاء الله، شوفوا زاني سي طاهر، ان شاء الله اللي تكون مليحه هذيك هي نبدو فيها. انا دروك ما نخموش، انا نخمم نلعب، والله نخمم مصادي الاخضر، نحب ندخل نلعب، نحب نبين الغاشي اللي انا هشام اللي فت هذا البيريود غلطه ومنه. انا زدت في العائله تاع فوتبول، لازم نكملها فوتبول، كيما عندي خاوتي دي فوتبولر صغار تانيك طالعين ان شاء الله باذن الله.
نكملها ان شاء الله كما بويا بوكو با. ان شاء الله انا ان شاء الله باذن الله نخرج من هذه البلاد ان شاء الله. ان شاء الله، وتعاود تولي، يعاود يولي لنا هشام اللي عرفناه مع المنتخب الوطني، واللي عرفناه في الايام الزاهيه اللي يعني قضاه مع فريق مولوديه الجزائر. مولودية الجزائر ان شاء الله يا ربي بوكو با ان شاء الله، من الايام هذه تجاوب على هذا الصوالح ان شاء الله، نولي بكل قوه ان شاء الله، نفرح والدي الاولى، ونفرح اللي وقفوا معايا، ونفرح اللي يبغي هذا الاسم الشيف الوزاني، واللي وقف معايا في المحنه هذه، وان شاء الله يا ربي احنا الميدان هو اللي يتكلم سي سامي. هشام، شفنا حتى سي طاهر في البريود هذه اللي جلس فيها انت، من الناحيه المعنويه شفناه ما تاثرش، يعني بقى شاد روحه وبقى دائما، يعني حتى تغلط وهاك مستعرف بالغلطه، هو ما حبش يعني يطيح من من من, من قيمه هشام، وخلاه دائما في القمه. هذه هي يعني الروح تاع الاب والله الحقيقي اللي خلاك والله ممكن باش تعاود تولي، ويخليك باش تعاود تولي بقوه. والله يا سامي ساعدني بزاف بزاف معلمه، نشكر ربي اللي عطاني هذا الاب لي فوتبالي اللي فات على هذو لي بيريود، قال لي فات عليهم انايا، والله اللي وقف معايا، اللي انا كنت والله نحط راسي في المخده نقول لنا كيفاش بويا ما هشام حسبنيش بويا منا، ماشي سهله، يقول لي توجو ابتلاء من عند ربي، هذه الحاجه ولا حاجه واحده اخرى، الحمد لله جات كيما هاك، تعاود تولي، تعاود تفطم اسمك، يقول لي تعاود تفطم، تعاود تفرح والديك، تفرح خوتك هادو، تفرح الشعب اللي يبغيك برا، اللي داو عليك موفيز ايدي. انا الحاجه اللي زعفت منها سي سامي، اللي زعفت منها اللي ينتقدوا بويا بزاف، اللي عايونا ما عايونا، قالوا فينا ما قالوا فينا. انا نقول للناس الله يهديكم، هذا الاسم الشيف الوزاني، انا زعما ما غلط، انا نتحمل مسؤوليتي، ماشي مون بير جاب كوب دافيك من 1990، با جاب لي تيت في مدة وهران، باسكو هنا كاين بعض الاشخاص في وهران، بعض لي بريزيدون اللي فاتوا على مدة وهران، اللي انتقدوا بزاف ويقاو هذه كيما يقول لك هذه حاجه صغيره دخلوا فيها، انا نقول لهم ربي يهديكم، اسم شيف الزين ان شاء الله يموت توجو يقعد حي، كاين اولاد اللي يزيدوا يطلعوا هذا الاسم، قلت لك عندي الياس وايمن اللي راهم طالعين لي جوار صغار يلعبوا في حيوم. مولدات وانا نحيهم بالمناسبه، اللي راهم طالعين لعيبه جيدين ان شاء الله، نشوفهم ثاني في لونيفو ان شاء الله. ان شاء الله. هشام، نعاود نوليو لك شويه اللور، لما يعني كنت تواجه الاب تاعك في مباراه مولوديه الجزائر، في مباراه الفرق اللي كان يشرف فيها عليها سي طاهر، سواء اتحاد بلعباس او نادي بارادو او الان كما راهو مع ساري غليزان، كيفاش تحدث معاه، كيفاش فوق ارضيه الميدان الابن مع الاب، كيفاش يكون الشعور تاعك اول؟ لعبت كونطرا واحد 3 ماتش ولا 4 ماتش، كي كان في سي ال بي لعبت كونطرا، كي كان في بلعباس لعبت كونطرا، لعبت تحس باللي حاجة هكا ديك حاجة بيزار، مي لازم ندافع على الأنوال اللي كلها لابسها، ونعرف بلي مدرب وخصمي نليق ندير المردود تاعي جيد، نليق يشوفني توجو نلعب مليح، والحمد لله هادو الصوالح. هشام كنت ترفع التحدي معاه قبل الماتش ولا مع رفع الماتش؟ رفع التحدي، خطرت نهضر معاه في التليفون ونقول له باللي غادي نربحوكم، ويقول لي زي روحك، هو يهضر معايا توجو بوزيتيف، زي روحك دير الماتش تاعك بيه، ما تخممش في هذاك الشيء، بصح توجو احساس هذاك يجي وحده، تاع نلعب كونت بويا احساس يجي وحده. نعم. هشام ماكش حاب يعني تلعب تحت اشراف سي طاهر تحت الوالد؟ والله العظيم والله العظيم سامي سيري غليزان لي نشكرهم بزاف بزاف، اللي ضيفوا بيا الشعب تاع سيري غليزان، جريت معاه التحضيرات غليزان وتاع شويه درت التحضيرات، رحبوا بيا اللي بغاو يسنيو لي بالسيف، اللي انا ما قبلتش باسكو انا ليكيب اللي يكون فيها بابا ما نقدرش نلعب فيها، ما قري عندي بلاصتي، ما قري منها، انا من صغري هكا تربيت في هذا الشيء. هنا اليوم تعطينا السر هذا هشام، على ما تحبش تلعب في ليكيب اللي يشدها باباك؟ نحب ندرب معاه، نحب نخدم معاه، باسكو كان دي جوا اللي راهم ناجحين خدموا معاه، وكاع كيما يوسف عطار، كيما بلايلي اللي خدم معاه، كاع الناس خدمت معاه، نبغي نخدم معاه في التدريب، بصح ما نقدرش نستني يكون عندي كونترا كيف انا بقى. في نظامي علاه مزير شويه ولا بالك؟ لا ماشي مزير، خاص ما تكونش في الديزويت، خاص ما تكونش في القائمه تاع ال11، نزعف عليه هشام. نزعف بزاف.
كل واحد شاك جوال، انا عندي كيما يقول لي مون بير يقول لي انا عندي الجوال اللي يقعد في البومي يزعمش كاع ماشي جوال. لا ضحكتني، ضحكني هشام علي كي قلت لي ما نقدرش نلعب مع بابا، لانه هنا صح، هنا صح تخاف من سي طاهر. يقول لك الخوف من العذابي، بس انا نحترم بويا، نحترم ما فيه كاع الاشخاص، بالك انا نقدر نغلط كيما انا كنت مع لي زونترينير في مولوديه منا فاتوا عليا لي غلطت معاهم غلطوا معايا وكاع نعرف تصرفات اللاعبين مع المدربين، نقدر نسمع كلام لي جواه، نقدر نسمع بزاف صوالح، بالك انا عندي نحب نكونسونتري توجو في الفوت تاعي في الريكوبيراسيون تاعي، كون لعب عند بابا نسمع من جوا، نسمع من الشعب، نسمع من الاداره، اسكو نلعب انا غايه تتخلط عليا سي سامي. هيا خلاص، اسمع هكذا، اسمع هكذا باش نعرفوا باللي الفريق اللي يشدوا سي طاهر ما راحش يلعب فيه هشام. باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. انا نطلب كل التوفيق سي غيزان هذا العام، نشكرهم بزاف بزاف على الاستضافة، أنا هشام اللي استضافوني بيان، نشكرهم بزاف تما زاوج بريزيدون حمري جواد سيكان، نشكرهم بزاف اللي عاونوني بزاف موا الموتانيك و جزهولي كل شيء في سياغ الإنسان، بصح ما قدرتش ان شاء الله ما قدرتش. هشام، فيما يخص انصار مولوديه الجزائر، هذا الفريق اللي راهو هذا الموسم راح يشارك في رابطه ابطال افريقيا، راح يحتفل بالمئويه تاعو، نقدروا نشوفوك في مولوديه مره اخرى ام انه ان شاء الناس الله اللي راهي في المولوديه في الوقت الحالي راهي غارقه عليك، ام انه تستنى حتى يعاود يولي عمر غريب، لانه الحديث انه عوده عمر غريب، واش تقدر تقول؟ انا ان شاء الله يا ربي انا نحب هذا الفريق، لهذا الفريق اللي تربيت فيه ملي كان عندي 17 عام، عندي 5 سنين ونص 6 سنوات فيه اللي هما اللي لعبت سينيور داو فيها كونفيونس، دي نحيي لطفي عمر اللي لعبني صوب سينيور في ماتشي مع تاجنات في تاجنات، نشكر تاني البريزيدون عمر غريب اللي دار فيها كونفيونس لعبني تاني دي ماتش. انا جمهور تاع مولوديه انا كي نشوف صافي غون بليزير، هذه ليكيب كبيره كبيره بزاف بزاف، انا نطلب هما يعرفوا الفوتبول بيان، يعرفوا خير مني هذو لي سيبورتير، نقدر نقول انا عمر غريب هو البريزيدون الحالي تاع مولوديه الجزائر. فيما يخص الفريق مولودية وهران ولازمو مدرسة كيف كيف لمسيو كيف كيف نشوفو، ممكن تقدر تعاود تولي لهذ الفريقين هذوما؟ كل شيء بالمكتوب سي سامي، كل شيء بالمكتوب، مولودية وهران فريق كبير، فريق تاع نقولو تاع شيفو زاني سي طالي حبوه بزاف، اللي تعب عليه بزاف، اللي دافيه اللي تيت بزاف، لان الشعب تاع وهران قاع يحبوا شي فلوزاني، نشكرهم بزاف بزاف. لازم سي تاع ايكول اللي طلع لي جوا، اللي طلعت بزاف لي جوا، ان شاء الله يا ربي قلت لك وي كان المكتوب انا نلعب ان شاء الله، انا مدة وهران فيه كبير عليا كبير على بزاف، نقدر نلعب فيه في اي لحظة ان شاء الله ان شاء الله. هشام، الان اصبح عليك مسؤولية كبيرة بعد دخولك القفص الذهبي، يعني منذ 10 ايام تزوجت، مباركوا لك، وهنا الجماعة اللي معنا بارك كيف الله كيف أمي بارك الله يباركوا لك، ومن دون شك المتتبعين تاعنا يباركوا لك، هنا حياة جديدة واحدة أخرى بالنسبة لهشام شريف الوزاني، يعني بعد شهرين من الآن أيضا تروح العقوبة، يعني خلاص صفحة جديدة لهشام. والله العظيم سيتامير انا كوما سيسبونديتش كي كنت مع مولودي، كوما سيسبونديتش ما كنتش نخمم كاع في الزواج، كي سيسبونديت وقعدت وحدي وقعدت مع راسي لقيت ما صالحة، زوجة صالحة هما فاميليا بيان لي صحاب تاني كبابا، هي الحمد لله كان نشكر عائلة ربي لي رياضية؟ بو الحاج هو تشاو اللي يتبع فوتبول بيان، يعرف فوتبول يعرفني انا يعرف بويا باسكو صاحبه وكاع يتبع الفوتبول، بصح ماشي عائله رياضيه. انا نشكر الزوجه تاعي بزاف اللي عاونتني في هذه اناني هذه تاع سيسبونسيون تاعي اللي وقفت معايا في كاع النواحي، نشكرها بزاف بزاف، ان شاء الله الجميل تاعي نوضح لها في حاجه اخرى ان شاء الله. اني اني درت ربي يهنيكم ان شاء الله وزوج سعيد ان ان شاء شاء الله الله خويا هشام، ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك سي سامي ان شاء الله. هشام، باش نخليوك الكلمه الاخيره، رسالتك للشباب، رسالتك للاعبين هذو الشبان اللي راهم طالعين، اللي راهم على نهج
هشام شريف الوزان يعني في مش في 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 تسير لاكاريير تاعهم تاع كره القدم اللي هي حياه صغيره بالنسبه للاعب كما يقال بالعاميه، يعرف يجريها ما يعرفش ما يجريهاش. هذه هي رسالتك لهاد اللاعبين الشبان اللي راحين يطلعوا حتى نتفادى مثل هذه السيناريوهات. ما حدث ليوسف بليلي، ما حدث لهشام شريف الوزاني، ما حدث لرفيق بوسعيد وغيره من اللاعبين. انا نعم شافوا لي زيكسون بزاف من يوسف، هم جابوا بزاف زادوا انا جام كيفهم شافوا لي زيكسون مامو ام تعلموا من هذو الصوالح. حنا نقول هذو لا جونيس هذه طالعه المصغر كيما نقولوا حنا طالعين ان شاء الله يكونسونطو في الفوت فوتبول تاعهم، عندهم ديالهم عائله تاعهم في الفوتبول تاعهم. ربي عطانا هذا الفوتبول لي باش نبنوا حياتنا به، لي نديروا بزاف صوالح سي اوبجي نديروا اوبجيكتيف لي تخططوا له تقدر تروح منتخب وطني تفرع عائلتك. الغالب في هذه الدنيا لازم كما يقول لك ولاد الانبياء ويغلطوا في هذه الدنيا، لازم تفوت في مرحله فارق مرحله اللي تغلط فيها، عارف انت وين تغلط، عارف نقول لهم عارفون الدور باسكو الوقت ماشي يتطلب هاد الصوالح وقتها هو عارف. انا نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله انا نتمنى حتى واحد مني انا يزيد واحد جام هكا يطيح في المحطور هذا، ان شاء الله توجو يقعدوا كونسونطو في الفوتبول تاعهم وربي ينجحهم ونطلب لهم كاع التسهيل ان شاء الله. ان شاء الله. هشام رانا نشوفوك بسيرفات تاع البي اس جي، مناصر لفريق باريس سان جيرمان، منو مناصر فريق اخر في اوروبا؟ انا ريال مدريد. انا ريال مدريد. انا النادي الملكي اخويا، انا النادي الملكي ريال مدريد. انا هاي تشوفها مليح شويه مع زيدان ولا كيفاش؟ ما عجبونيش البارح ولا ما عجبوني. عجبوكش البارح؟ ما عجبونيش البارح، هم ملح في الشامبيونز ليغ بداو يكذبوا رواحهم، دروك في الشامبيون لازم تشوف برشلونة مكلاسيا 14 13، شوف مدريد زادت هودت، شوف الافيس الفوق، شوف قطع الشامبيون تاع اسبانيا هذا العام راهي بيزار، بصح 100 شامبيون توجو تقعد انقطاع. او سي طاهر واش ناصر؟ برشلونة. نعم برشلونة. اسمع راه يكون ديربي بين الاب والابن لما يلعب البارسا والريال. ما يتفرجش كلاسيكو سامي، هو ما يتفرجش كاع كلاسيكو، كلاسيكو يخاف من بعد يعاوده. والله ما يتفرجش كلاسيكو. يسمع غير بالنتيجة برك. يسمع غير بالنتيجة ومن بعد يعاوده، ما غير برشلونة تخسر، ما غير برشلونة ماهوش ملاح في لي كلاسيكو توالا هادو، توجو مدريد ملاح، توجو البيزون. إن شاء الله توجو نشوفو مدريد مدريد. وان شاء الله دائما نشوفوك ان شاء الله تعاود تولي وتحمل اسم شريف الوزاني كما فعل الاب سي الطاهر اللي نحيوه بالمناسبه ونحيو كل عائله شريف الوزاني. نتمنى لك ان شاء الله هشام كل التوفيق، ونتمنى لك ان شاء الله انه لما تجي للجزائر العاصمه انك تشوفنا وتزورنا وتكون معنا في البلاطو هنا. سامي بارك الله فيك، نشكر جزائر تي في، نشكر هاد الخدامين اللي راهم معاك، شكرا بزاف على هاد الاستضافه. انا نقول لك كلمه تالي اخيره تاعي، نشكر والديا بزاف بزاف اللي وقفوا معايا، نشكر خالتي، نشكر عائله شيف الوزاني كومبلي ان شاء الله. بارك الله فيكم سي سامي. والشكر موصول لك خويا هشام، ونتمنى لك ان شاء الله عوده بقوه الى ميادين كره القدم في الأسابيع وفي الأشهر القليلة المقبلة إن شاء الله، خاصة أنه ندعو الله عز وجل أن يرفع علينا هذا الوباء وهذا المرض حتى تعود الحياة إلى كما كانت في السابق. هشام إن شاء الله سي سامي، بارك الله فيك إن شاء الله. هشام إلى اللقاء أخويا، نشوفك في ساعة الخير. شكرا للزملاء الذين عملوا معنا في هذه السهرة الرياضية، شكرا لكم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة، نلتقي معكم في عدد آخر مع ضيف آخر. السلام عليكم.